تفضل ابو فاطمة. السلام عليكم. وعليك السلام ابو فاطمة، تفضل. الله يحفظك استاذ وليد. بالنسبه للحلال اللي موجود في بعض الامور التشريعيه ليس بالاكراه، ليس كل ما جاز هو بالاكراه. يعني مثلا زواج المتعه اذا جاز عند الشيعه مثلا اصبح بالاكراه على الشيعه، فهذا غير جائز. مين قال الاكراه؟ مين قال الاكراه؟ قال لما تزوج نرجس نصف ساعة هذا بالإكراه. يا أستاذ أنا حطيت صورة افتراضية، لو أن سيدة نرجس أرادت الزواج ولو لنصف ساعة، هل جاز لها التمتع ولو لنصف ساعة؟ هي التي أرادت، هل جاز لها؟ أنت الآن جئت من أين جئت، أن تجوز أو لا تجوز؟ أنا بسألك أنت حضرتك، أنت راجل شيعي، أنت راجل شيعي، أنا بسألك أنت، بتوجه ليك بالسؤال. إذا أرادت السيدة نرجس التزوج عن طريق المتعة ولو نصف ساعة، هل جاز لها أم لا؟ اسمعني 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 ولو دقيقة من وقتي، اسمعني. بالنسبة للشيعة في مسألة الزواج المتعة استندوا بها إلى روايات عن النبي عليه الصلاة والسلام. يا أستاذ في النهاية عندكم الزواج حلال، أنت ليه تردني المريخ؟ أنا بختصر الطريق. الآن المتعة عندكم حلال، فخلاص أنا بنيت على حلال اللي عندكم الآن. لو أن سيدة نرجس أرادت الزواج المتعة لمدة نصف ساعة، هل جاز لها أم لا؟ جيد، الآن هذا سؤالك، الآن دعني أجيبك ولكن بضع دقيقة ليس أكثر. يا عمي هي مش محتاجة دقيقة، نعم جاز لها، لا يجوز لها. عطلعني، أنا عارف إن أنت عطلعني المريخ، تفضل طلعني المريخ. لا والله ما راح أطلعك للمريخ، راح من كتبك لا اكثر ولا اقل، فحتى احتج عليك من كتبك. يا عم انت خلاص، انا موافق ان المتع حلال عندكم، انا بسالك كشيعي الان. المتع حلال عندكم الان، فانا بسالك كشيعي الان. لو ان السيده لو ان السيده نرجس، اسمعني، لو ان السيده نرجس ارادت التمتع ولو لنصف ساعه، هل جاز لها؟ نعم جاز، لا يجوز. اسمعني اسمعني، هي من جنس النساء، وبما ان جاء هي من جنس النساء، وبما ان جاء في القران الكريم وفي احاديث عن النبي متواتره، فهي اصبحت الان ليس ملزمه بالتمتع، وانما اصبح لها حصار النساء. هذا يا استاذ انا ما سالتك، هي ملزمه ولا ليست ملزمه، ولا اكراها ولا غير اكراها. انا سالتك دلوقتي، لو ان السيده نرجس أرادت التمتع ولو لنصف ساعة، هل جاز لها التمتع ولو لنصف ساعة أم لا؟ هذا السؤال تسأل عليه أم المجنبين عائشة. امشي ابن الولية اللي بتلبس العباية المقلوبة. هي في حرام يا إخوانا، هي في حاجة، سبحان الله، مش هو اللي لسه مجوزها؟ احذر امه ده، ما تخلوش يدخل تاني. هو مش لسه هو اللي مجوزها يا اخوانا دلوقتي؟ هو اللي جوزها ولا ما جوزها؟ هو السؤال فيه اشكاليه. يعني سايب نرجس تتمتع نص ساعه والراجل ياتيها من كل مكان، وجاي يتكلم على تاج راس ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها.